الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتحنا الحديث السابق بدعاء الإمام زين العابدين صلوات الله عليه المعروف بدعاء مكارم الأخلاق. الإمام صلوات الله عليه يفتتح كلامه مع الله بهذه الفقرة: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. هذه القطعة الرباعية مفتاح كل خير: إيمان كامل وأكمل، يقين أفضل، نية أحسن النيات، عمل أحسن الأعمال. هذا يصنع أبا ذر، هذا يصنع سلمان، هذا يصنع حبيب بن مظاهر، هذا يصنع السيد بحر العلوم، هذا يصنع الشيخ المفيد، هذا يصنع المقدس والمحقق الأردبيلي. ولعل هذا الترتيب، وأنا لست من أهل هذا الميدان، مو فقط مو من فرسان هذا الميدان، لا، مو من أهل هذا الميدان، ولعل هذا الترتيب نوع من التسبيب الخارجي أو التسبيب الواقعي. الإيمان ثم اليقين ثم النية الحسنة ثم العمل الحسن. الذين كانوا قريبين من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء عادة لازم لو يكونون في القمة، لو يكونون في الحضيض. الإنسان اللي يكون قريبا من النور إما يستفيد أو يحترق. الإنسان الذي يكون قريبا من الماء إما يستفيد أكمل الاستفادة من الماء أو يغرق يتلف. الذين كانوا قريبين من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء الذين نزلوا إلى متاهات غريبة، هؤلاء لقربهم من المعصومين هكذا. نحن على بعد العهد منهم بعد مئات السنوات، نقرأ هذه الأدعية ولا نرى أشخاصهم، يعني الذين يوفقون، يعني أنهم غالبا لا يرون، لا يوفقون، ليسوا في هذا المستوى. مع ذلك استشهد نوفق للعمل، الإنسان يحس بما يقصر معلوماتي عن التعبير عنه من العظمة، ويقصر معلوماتي التعبيرية والبلاغية. إنسان يشبههم بالفضاء، يشبههم بالبحر، يشبههم بالنور، كلها مجازات مجازات،
لا أقل، أنا في مستواي أشعر أنها مجازات محضة. وما النور في مصاف أهل البيت؟ وما هو النور؟ وما هو البحر؟ وما هو الفضاء؟ وما هو الكون؟ إيمان، يقين، نية، عمل، هذا الترتيب. ولعله أيضا بنسبة درجات الإيمان يكون المجال مفتوحا أمام النسبة المناسبة لدرجات الإيمان من اليقين، وبنسبة درجات اليقين يكون المجال مفتوحا أمام النسبة المناسبة لدرجات النية الحسنة، وبنسبة درجات النية الحسنة يكون المجال مفتوحا أمام النسبة المناسبة لدرجات العمل الحسن. لا يكفي إيمان فقط، يريد يقين. لا يكفي يقين فقط، هذا العمل الجانحي، يريد نية حسنة. لا تكفي النية الحسنة، يريد عمل حسن. أنا في ما أعرف وفيما أشعر فشي خامس متناسب مع هذه الأربعة ما أعرف، يعني ما أكون ناقص هنا. إيمان بلا يقين ناقص، إيمان يقين بلا نية حسنة ناقص، إيمان يقين نية حسنة بلا عمل حسن ناقص. بعضه يكمل بعض، وبعضه يدعو إلى بعض. هذه القصة المنقولة عن سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى ابن زياد والإيمان قيد الفتك، هذا شيء جدا عظيم. والإيمان يدعو إلى اليقين، واليقين يدعو إلى النية الحسنة، والنية الحسنة تدعو إلى العمل الحسن. ولكن باعتبار أن هناك مغناطيسات ضخمة وقوية وعنيفة بحاجة إلى أن الإنسان يعمل قدرته طاقته حتى يقدر يجمع بينها. القرآن الكريم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يقين عندهم عمل واحد. لعل يقين بعض أولئك أقوى وأشد من يقين بعض المؤمنين. عليكم بدين العجائز، بعض العجائز الإيمان عندهم ويقين عندهم، مو يقين في ذلك المستوى. هذا مو مجاز. القرآن يقول واستيقنتها، الكلمة حقيقية، يقين حقيقي، ولكن عمل ما، العمل مضاد. الإيمان، اليقين، النية في النفس، في القلب، في الروح، العقل، كل ما شئتم أن تعملوا. فإن صدقها العمل، هذه حقائق، وإلا تكون مجازا. أنا هذا مجلد من البحار جبت لأقرأ فد رواية في هذا المجال. الرواية هذا المجلد 99 من البحار صفحة 122.
الرواية ينقلها العلامة المجلسي رضوان الله عليه من محاسن البرقي، كتاب المحاسن للبرقي. البرقي ينقل عن جامع البزنطي، البزنطي ينقل عن الحسين بن أبي العلاء، والحسين بن أبي العلاء ينقل قصته مع الإمام الصادق عليه السلام. وقصة جدا مهمة، جدا مهمة. البرقي أتصور أنه عاصر 4 من المعصومين عليه الصلاة والسلام، الأئمة الجواد والهادي والعسكري، وعاصر أوائل الغيبة الصغرى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. والبزنطي عاصر 3 أو 4 من الأئمة، وهو من أصحاب الإجماع، من الدعية أنه لا يروي إلا عن ثقة وقال في حقه. البزنطي من أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه الصلاة والسلام، وأتصور لقي الجواد أيضا لعله. والحسين بن أبي العلاء من أصحاب الباقر والصادق عليه الصلاة والسلام. الرواية على حد تعبير بعض من الصحيح الأعلائي، إن اعتبرنا الحسين بن أبي العلاء ثقة كما ليس بالبعيد، يعني كان محل كلام بين علماء الرجال، صحيحة أو حسن. حسين بن أبي العلاء من خيرة أصحاب الإمام الباقر وأصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أول أقرأ افتتاح الرواية، بعدين بقية الرواية أنقلها. حسين بن أبي العلاء يقول: خرجنا إلى مكة. حسين بن أبي العلاء على الظاهر من أهل الكوفة، هو يعني هالشكل ببالي. خرجنا إلى مكة نيف 20 رجلا، بين 3 و10 تعبر عنه بالنيف، يعني 24 25 26. فكنت، دققوا الرواية، فكنت أذبح لهم في كل منزل شاتا. وين ما ننزل شات أذبح، يعني هالنيف والعشرون كانوا يأكلون شات وأنا أذبح له. مو هذا قصابهم وذبحهم، لا، من ذيل الرواية يظهر أنه من تبرع منه. فكنت أذبح لهم في كل منزل شاتا، هذا المقدار من الرواية. هذا العمل شبيه، أكو بي إشكال، أكو بي شبهة، لولا بقية الرواية من أفضل الأعمال إطعام المؤمنين وهم حجاج بيت الله الحرام. شنو أفضل؟ إطعام الكافر، إطعام الفاسق له ثواب، الإطعام له ثواب، فكيف للمؤمنين؟ الظاهر أنهم مؤمنين أصدقائي. ثم هم حجاج في طريق الحج، يعني أكو يجيب البال أنه هذا الشيء مزية؟ إشكال يكون بي. والحسين بن أبي العلاء من أصحاب الإمام الباقر، وهذا في عهد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني مربى تربية عنده. قصدهم خالص كما يصرح هو، والإمام لا ينكر عليه.
فكنت أذبح لهم في كل منزل شاق. فلما دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال لي: يا حسين، وتذل المؤمنين؟ ما بشير يقول لا، عادة النصائح الحساسة ما يذكروها لعامة الناس لمن لا يتحملون. نحن أهل العلم لازم نفتح عيوننا أكثر من غيرنا، نتأمل أكثر من غيرنا. الإمام عليه الصلاة والسلام حاشاه ما يقول له هذا الكلام إذا الرجل مو في هالمستوى. هذا يدل على عظمة مستوى الرجل. لو أنا هالمكان الحسين بن أبي العلاء أزعج، نقام مسوي من فلوسه للمؤمنين حجاج. قال لي: يا حسين، وتذل المؤمنين؟ فقلت: أعوذ بالله من ذلك. حقيقة زهق الرجال حقه. أنا لو ما كان أزهق. فقلت: أعوذ بالله من ذلك. يعني استغرب شنو مسوي أنا اللي الإمام عليه السلام يعتبره إذلال للمؤمن. قلت: أعوذ بالله من ذلك. فقال عليه السلام: بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة. وش بيها إنه ما بشير يدي نقدر بحد سنة نعرف أن الإمام شيري يقول من هذا الرواية، من نلتفت إلها نتأملها نقيس عليها نحمل عليها حياتنا الشخصية في كل مجال. بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة. فقلت: ما أردت إلا الله. يعني نية حسنة لله، مو للرياء، مو للتكبر، مو للمنة، مو لهذا. ما أردت إلا الله. وهاي كلمة عظيمة يقولها عند الإمام المعصوم اللي دقيق يعرف أنه لله أمه. والإمام ما رد عليه، ما قال له لا ما كان لله. إذا نشبيه عمل حسن نية هم حسن. فقلت: ما أردت إلا الله. فقال عليه السلام: أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك فتقاصر إليه نفسه. سرعة أخذ. فقلت: أستغفر الله ولا أعود، وبعملي إلى أحسن الأعمال. مضمون الحديث الإمام يقول له: هذول اللي كنت تتوزع عليهم لحم يومية تذبح لهم شاة وتطيهم، ما كان فيهم، ما كان بعضهم هذول ما كان فيهم من يريد أن يسوي هالشكل مثلك، بس ما عنده فلوس ما يقدر. نفسيته عنده، هو عند نفسيته يتقاصر، يعني يحس
بضيق، يحس بضعف، يحس بنقصان. كلهم هذول شانوا يقدرون مثلك يسوون؟ ليش الشكل يسوون؟ نعوذ بالله. الإمام ينهى عن المعروف، الإمام يأمر بالمعروف. هذا العمل اللي أحسن الأعمال، يعني هذا النوع من العمل. إطعام للمؤمنين حجاج بيت الله الحرام مع نية خالصة، ما أردت إلا الله. الإمام هم ما أنكر عليها، والإمام يقول له وتذل المؤمنين. هذا مو الذل الحرام، إذلال الحرام، لا. هذه درجات العمل، وبعملي إلى أحسن الأعمال. الإطعام حسن، ولكن الأحسن من مجرد الإطعام أن يكون الإطعام مع الانتباه إلى هذه النقاط. أما كنت ترى أن فيهم، يعني أنت تدري مو هذول كلهم يقدرون مثلك يسوون، تدري أكو بيهم ما يقدر هالشكل. أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك؟ يا ريت كان عندي أنا مسؤول من الكوفة إلى المدينة أو إلى مكة، ما أدري 20 منزل أكثر، 25 منزل تقريبا، 20-25 خوف هنا يذبحون. أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعلك فلا يبلغ مقدرته ذلك؟ يحب ياريه أنا همشان عندي قلبها، ما قايلها مع أحد منهم، والإمام ما يقول بعضهم قالوا لك، لا، يقول أنت تدري مو كلهم في مستواك من الناحية المالية. فتقاصر، هذا مثل تنزل الملائكة، تقاصر يعني تتقاصر، تاء المكررة تسقط. فتقاصر إليه نفسه، يعني نفسه تقصر عنده، يحس بإحباط نفس، يحس بإنهيار نفس. فقلت أستغفر الله ولا أعود. لا أعود يعني شنو؟ يعني ما أطعم، ما أذبح شات، لا، يعني أنتبه إلى هذا. الرواية هنا المقدار اللي ناقلها العلامة المجلسي رضوان الله عليه من تهدي، هذا من لباب النصائح، وقل من يتحمل هذه النصائح، ربما إلى مستويات غير أهل العلم. الإنسان إذا ينقل هذا الشيء يبطل، لا، لا يبطل، بالخفي أنت خلي ذاك يذبح باسمه، اهدي له، ولازم إلا كله تسلفك، ولازم إلا كله أنت تتولى. الإمام ما قال له أطعام لا تسوي، وهو هم أخل، افتهم. الإطعام الإمام ما ينكره، الحسين بن أبي العلاء وأمثاله والمئات والألوف والملايين من أمثال هؤلاء من الأئمة عليهم الصلاة والسلام تعلموا فضيلة الإطعام، ما أوحي إليهم من أهل هذا البيت، تعلموا الإطعام من أهل هذا البيت، تعلموا خدمة المؤمنين من أهل هذا البيت، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعلموا النية الحسنة، تعلموا خدمة الحجاج. بس الإمام يركز على شيء، وبعملي إلى أحسن الأعمال. الإطعام حسن، ولكن الأحسن من الإطعام أن يكون الإطعام بشكل لا يوجب
لشخص هذا الإطعام على حد تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام تقاصر نفسه، يعني نفسه عنده تصير هينة، نفسه عنده تصير ضعيفة الشكل ذي. إيمان إذا صار، يقين إذا كان، نية إذا كانت، بالإضافة إلى إيمان أكمل، يقين أفضل، نية أحسن. حسين بن أبي العلاء مثل هذه الرواية قليل تجدون في الروايات مع كثرة أصحاب المعصمة، مو كلهم في مستوى أن يقولوا لهم العلم نفسه. أعوذ بالله ولا أعوذ، هذا اللي في مستوى أن ينصح بهذه النصيحة، هذا يلتقط به حقيقة. لولا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ما عبد الله حقا، يعني أنا في مستواي أشعر بهذا على اصطلاح اهل العلم مثل المركب الارتباطي. هذه بعضها مرتبط ببعض، جزء منه يفقد الكل يفقد، وتذل المؤمنين، شرط منه يفقد الكل يفقد، فد مانع يدخل الكل يروح، فد شي في النفس اكو بالنسبة هذا الشيء الجوارح تصدق هذا الشيء بنية. إذا الجوارح ما صدقت يظهر أن ذاك الشيء مو قوي مو ضعيف. لعل أكثركم أنتم ما شايفين، أنا لحقت في العراق في سامراء الله يوفق الجميع لزيارة زيارة أهل البيت عليهم الصلاة، كانوا جايين مكينة كهرباء، المكينة ضعيفة، كان المصابيح الجلوبات كان نورها هلقد قليل، كان متعارف، أنا لحقت شفت هذا الشيء، كان متعارف يقولون هذا الجلوب بس يراوي نفسه على قبة الإمام الهادي صلوات الله عليه، على منارة الإمام الهادي عليه السلام، كان قلاب بس الإنسان يشوف القلاب، حتى المنارة ما يشوف بالليل، ليش؟ لأن المكينة ضعيف، المكينة من قوية النور يكون قوي، منبع الماي مخزن الماي من ضعيف البوري مثل ذيل الجرين، إذا مخزن الماء قوي البور شوية فتحة 20 متر يضرب الماء. نحن هم هكذا في هذه المنعطفات، في هذه الأراضي الشائكة، وكل حياة الإنسان شائكة، كل حياة كل إنسان غني أو فقير، عالم أو جاهل، صحيح أو سقيم، مريض، رجل أو امرأة، كبير السن أو شباب، كل الحياة شائكة. بنسبة ما يكون هذه الأمور اللي في الداخل، الإيمان اللي ما يرى بالعين وما يلمس باليد والرجل وما يتذوق وما يسمع وما يستشم، تمام من الآثار. الإنسان اللي نفسه كريمة، هذا إيده ما تبخل، الإنسان اللي نفسه شجاعة وجهه ما يصفى، الإنسان اللي يقين عنده المشكلات ما تحطم أعصابه،
الإنسان اللي نية خالصة عنده بنفس النسبة مدح الناس ذم الناس لا يعير له أحد، مو لازم إلا بلسانه يقول أنا ما أعير أهمية، بعمله يقول أنه ما يعير أهمية. وهذا طريق طويل. بعض الأحاديث تقول فإن صدقته الجوارح، الإنسان اللي عنده إيمان هذا الإيمان يظهر على عينه على نظره. من الممكن أنا ما أشعر، لأن أنا مو كل شيء أشعر، جنابك مو في كل المستويات تعرف هذا الشيء، أما الله هو يدري. أنا هم أدري عن نفسه، بل الإنسان على نفسه مباصرة بصيرة، بصيرة مبالغة، فعيل، فعال ومفعال وفعيل في كثرة عن فاعل بديل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى هذا الشر، ويعبر بسرعة ويلف بسرعة ويغمض، ولو ألقى معاذيره شوية يتعلم شوية يستوقف نفسه. هذه الروايات تعبر عنه بحاسبوا أنفسك، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، وإلا الإنسان يلقي معاذيره يعبر حتى عن نفسه. هذا العبور تقصير، لحظة واحدة التفت، هذه اللحظة حجة الله له أو عليه. هذه القصة المعروفة، وهي من القصص العجيبة جدا، لا بأس الإنسان أحيانا مع هيك قصص شوية يختبر نفسه، يعني يقعد في اللحظات يشوف لو هو بمكان هذا ايش كان يسوي. قصة معروفة، شخص من عمال بني أمية كان اجى الى الامام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن رسول الله انا كنت من عمال بني أمية جمعت فلوس، بس احنا نقول حلال وحرام، بس هو في التعبير اجمل عبر الامام الصادق، قال واغمضت في مطلبه، اصبر لعل التعبير يعني من ردت اخذ غمضته في مطلبه، ما ضرعت على حلال. هاي اللفه اللي كل معرض لها، مو في الفلوس فقط، في الفلوس، في العلم، في الدرس، في التدريس. أنا أدرس، إيش قد أركب كلاو على اللي أدرس؟ شيء اللي ما أعرفه شلون أغطي عليها. أنا اللي أدرس شلون أتعامل، أنا اللي أباحث شلون، أنا اللي أكتب، أنا اللي أخبر. هاي اللفات. وأغمضت في مطلع أو في طلبه، لأن هم فد معنى مو بوالي تعبير شيء، مطلب هم مصدر مين معنى الطلب. قال يا ابن رسول الله إلي توبة، هذا هم من القلائل، هذا الرجل هو من عمال بني أمية فترة، هم إيمانه إيمان مستقر، ما كان مستودع، ما كان مستقر، فمستقر ومستودع. هذا المستقر بالنتيجة ينقلب بعيد العهد عن تعبيرات الرواية، مضمون الرواية أكيد بعضهم أحفظ منه فيها. هذه الرواية الإمام عليه الصلاة والسلام قال له مضمون اللي ببالي، قال له سوي اللي أقوله، قال نعم، قال يجب عليك أن تخرج من كل مالك، وعرف كلمة
الكل هاي حقيقة مجاز، يعني حتى ملابس اللي على بدنه لازم يطلع، حتى بيته يطلع منه. ببالي أن الرجل أطرق برأسه هنيئة كلمة صعبة، ونادر في الروايات الشكل شعر رسق على أفعل. رجعوا جاء إلى الكوفة الرجل، صور كوفي كان من أهل الكوفة، جاء إلى الكوفة أو البصرة يسمون طالب، رجع خرج من كل أمواله، أنطى أمواله لبعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام على حد تعبير الفقهاء هذا اليوم، أموال أنطوها كلها رد مضاي، أو لا قسم يعرف أصحابه الإمام منهم لعله رد عليهم، حتى أنه الثياب اللي على بدنه لا، جماعة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام جمعوا له ثياب فلوس كذا، انطحت هذا بيش يعيش، انطى منهم، وبعد فترة همات هذا الرجل من جاب إلى الإمام الصادق هذا لاحظوا بالرواية علي بن أبي حمزة البطائني جاب، علي بن أبي حمزة البطائني من العلماء مع احترامي لكم، وأعوذ بالله ونعوذ بالله جميعا، ومن أصحاب الإمام الصادق ومن وكلاء الإمام الصادق، ومن أصحاب الإمام موسى بن جعفر بعد الإمام الصادق ومن وكلاء الإمام موسى بن جعفر، أحد الثلاثة الذين أبدعوا مذهب الوقف. هذا صار طريق لتوبة هذا الرجل اللي من عمال بني أمية، وهو عشق هذا الإيمان المجازي في الشكل الثاني، والإيمان الحقيقي في الشكل وبعملي إلى أحسن الأعمال، إيمان وحدة بلا لوازم ليس. علي بن أبي حمزة البطائني لعله حجم إيمانه، حجم مو عمق مو استقرار، حجم إيمانه لعله أقوى من هذا. هذا الرجال رجال عادي، كان عامل بالإصطلاح القديم، عامل مو عامل يعني عامل بنا، من عمال بنيوي موظف، شنو هم وظيفته؟ لا بد وظيفته وظيفة عادية، مو معروف التاريخ من هو، أنه كان والي أو قاضي أو مالي. علي بن أبي حمزة البطائني صار سبب لهداية، هذا هو جاب إلى الإمام الصادق. اللي مو موجود في التاريخ لعله علي بن أبي حمزة هو حاكي وياه، لعله هو قدم المقدمات إلى حتى يجيب إلى الإمام الصادق. أنتوا لاحظوا روايات أهل العلم، فد وقت صار لكم مجال، السهم سهل، هاي الكتب اللي فهارس بها، الكمبيوترات اللي أكو بها، اللي أكو الإنسان يقدر يتبع. لاحظوا كل روايات علي بن أبي حمزة البطائني، نادر أصفت شيء بها مو معمول به عند فقهاء الشيعة. علي بن أبي حمزة البطائني معظم روايات روايات معمول بها عند الشيعة، حتى أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نقل بأن الطائفة عملت برواية، يعني الشيعة يعني علماء الشيعة، روايات منكر نادرة من الذين روى
رواية الأئمة الاثني عشر مو سبعة، اثنى عشر هو علي بن أبي طالب. بس بعدين شوية فلوس، وهم شوية هذاك اليوم هواية فلوس. الشكل صار هاي اللفات اللي يؤخذ الإنسان عليها، الالتفات إلى أن العمل الذي يعمله الإنسان لا يكون هذا العمل من جانب يصلح ومن جانب يحسن، من جانب زين ومن جانب شين. طبعا الوسوسة لازم نتركها ومتروكها، الوسوسة عبادة الشيطان. الإنسان لازم من خوف هذا وأنه يترك العمل، لا، يصلح العمل، يتقن العمل، يلتفت إلى عمل بالمقدار اللي أوتي من الإنسان. السماء لحسين بن أبي العلاء شقد كان منتبه إلى هذا الشيء، من جانب لعله مو منتبه، ولذا قال ما أردت إلا الله، والإمام ما رد عليه. وبعدين الإمام من أنكر عليه حاشية عمله قال أعوذ بالله ولا أعوذ، ما ناقش الإمام، يعني في مستوى جيد هو، أما من جانب آخر الإمام يقول له وتذل المؤمنين. لعله بعض الانتباه كان عنده، لعله ما عنده، ما أدري، ما بين الحاسب حسين بن أبي العلاء، نريد نحاسب أنفسنا، نريد نستفيد من الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذا المجال، ومن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. إيمان، يقين، نية حسنة وأحسن، وعمل حسن. العمل الحسن العمل اللي يكون على الاصطلاح العلمي بالحمل الشايع، يكون حسن وأحسن، مو من جانب حسن من جانب محسن، مو من جانب نافع من جانب مضر. وهذا يحتاج إلى شوية التفات، لشوية تأمل. نحن عندما ندرس، عندما ندرس شلون ندرس، شلون من الباحث، شلون الباحث من نتعامل مع عوائلنا، مع أصدقائنا، مع أعدائنا، شلون يكون بعيدا عن الوسوسة وبعيدا عن التقصير، أمة وسط، حد الوسط بين الإفراط والتفريط. لأن الشيطان كما في الأدعية أجراه الله تعالى فينا مجرى الدم، الدم يدخل في عروق اللي أدق من الشعر، مجرى الدم هالشكل الشيطان. وذي الشيطان عندما يدخل، إذا شاف يقدر الإنسان بالتقصير يجي من التقصير، إذا شاف ما يقدر من خلف يجي، من خلف يجي بالوسوسة، يوسوس لا تسوي هالشكل لعله هاي السلبية، لا تسوي هذا الشكل لعله هاي السلبية. بعيدا عن الوسوسة وبعيدا عن التقصير، لذلك ملتفت. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن يوفقنا ويستجيب هذه الدعوة الرباعية في افتتاح دعاء مكارم الأخلاق
يستجيب منا هذه الدعوة الرباعية ويوفقنا لذلك. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.